عزاؤنا واحد في فقدان الفنان الكبير والعزيز سي محمد. كتشوفوا الكم الهائل ديال الناس اللي كيجيو كتعزي والناس اللي حاضرين كلهم كيبغيوه وكيحبوه، لانه المسار ديالو الهادئ والكبير كيشهد على انه انسان طيب وانسان ما كانش كيدخل في خلافات ولا في صراعات، وكان انسان كيبغي يضل وكيتوارى دائما على الصحافه على الاضواء. وكذلك حتى الموت ديالو، المرض ديالو الكثير الكثير، لم حتى الناس المقربين اللي كانوا معاه في الفرقه ما عرفوش المرض ديالو، حتى حنا الصراحه ما تفاجئنا بالموت ديالو. كندعيو له بالرحمه والله يوسع عليه، ودائما دائما وابدا الفنان ملي كيدير شي حاجه زوينه كتبقى له في التاريخ، وكذلك الاعمال الزوينه ديالو مع الناس الحومة ديالو، لا مع المقربين، مع الناس اللي خدموا معاه، خلى اثر كبير وخلى جرح كبير في قلوبنا. الله يرحمه والله يوسع عليه، وانا لله وانا اليه راجعون. وليلة اي الله، ولينا الجنازه، حتى الجنازه ولينا كنسترزقوا منها، حرام يقولوا الغياب ديال الفنانين. حيت المشكله، حيت بعض المرات كتهرب على الصحافه ويمكن كتشد واحد الزاويه ويمكن كتالم في صمت. حضروا الفنانه والفنانه حاضرين، يمكن النهار الاول الموت ديالو جات على غفله، حيت تعرفت حتى ل 10 ولا 11 الصباح، الناس ما كانوش عارفين بالمرض ديالو، ولكن هانت النهار الثاني والنهار الثالث الكم الهائل ديال الفنانه. حنا راه ما عندناش حزازات، حنا كنبغيو بعضياتنا، غير الناس الله يهديهم كيبغيو يصطادوا في الماء العاكر وكيبغيو يزيدوا الخلافات. الله 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 يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. شوف، هو كان فنان عنده صداقات محدوده، كان هو ما كيتواصلش، حتى هو الله يرحمه ما كناش كنلقاوه بزاف ديال اللقاءات، ما كناش كنتلاقاوه في ميراجان، حتى هو كان محدود في العلاقات ديالو، لذلك حتى الاصدقاء الفنانين ديالو اللي كانوا قلال، النهار الاول حضروا الفنانه الاصدقاء ديالو اللي كانوا عارفين المرض ديالو، ولكن في النهار الثاني والثالث فاش شاع الخبر، انا عمري ما خدمت معاه وما عمري تلاقيت معاه، ولكن واجب علي انني نحضر. انا جيت مثلا النهار الاول ما سقت الخبر 13، ما كنعرفوش وما كنتش في الرباط، النهار اللي سقت الخبر انا خرجت هذه القيته وجيت لعنده. لا، هذيك غير كذبه، كاين فنانه جاو، وكيف ما كيف ما كنمشيو للجنازات وحدين اخرين وكنلقاو شويه. شوف، الفنان اللي فيه يكفيه، بركه ما نضربوا في الصوره ديال الفنان، كاين الناس اللي اتصلوا، كاين الناس اللي كبار، كاين الناس اللي مراد، راه بزاف الفنانه كيعانيوا، راه كاينه فاطمه الركراكي، كاين حمادي عمور، كاين زهور المعمري، حتى هما راه كيعانيوا، الا ما شفناهم في هذه الجنازات ربما ظروف ماديه، ربما الصحه ديالهم، ربما الدخول المدرسي، ربما دائما نعطيو التميس لاخاك حتى 70 عذر، كفى، راه اللي عزيز عزيز، راه الحضور الكبير ما كيعنيش على انه راه ربما يكون غير تملق، حنا ما كنتملقوش بعضياتنا، اللي تحت له فرصه راه جا، والدليل سول الى ديالو، راه كاين الناس اللي جاوا دخلوا في الصمت وخرجوا في الصمت. خص ماشي بالضروره الواحد يبان ويبان يدير استجواب باش يبان انه حاضر. كاين الفنانه اللي جاوا قبل ما يجيو الصحافه، كاين الفنانه اللي جاوا بالليل، كاين الفنانه اللي جاوا مع 9 الصباح ديال النهار الثاني ديالو حضروا وما شافوهم حتى شي واحد. لذلك راه ما عندناش حزازات، حنا اسره واحده، اسره صغيره، وكنبغيو بعضياتنا، وخصنا نتجمعوا اكثر من اننا خصنا نشتوا هذه المناسبه اللي ما نهضروش كل اللي جا اللي ما جاش. نقولوا الله يرحمه وندعوا معاه، ندعوا له معاه المغفره ويثبتوا عند السؤال ويجعل القبر ديالو روض من رياض الجنه ويكون اهل من الجنه، هادشي اللي نبغيو الناس. اما الا مات ما غينفعش جا ولا ما جاش، ندعيو معاه. وسي محمد خديف كيما عاش فنان كبير، وهذا راه خلى اثر كبير وجرح كبير، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه والله يوسع عليه.